أنا اسمي نورا كفافي، صاحبة شركة روك ان روب. قصتي بدأ من فترة شوية لما ابني سألني مرة، قال لي إيه أكتر حاجة بتحبي تعمليها؟ قلت له التسلق على الجبال والصخور. قال لي طب إيه ده، أنا عايزة كمان أتعلم. فمعرفتش أقول له إيه. على قد ما هي رياضة جميلة جدا، على قد ما هي تقريبا مش معروفة خالص، فحسيت إن دي مشكلة كبيرة. أنا عايزة أدخل، عايزة أبتدي أنمي رياضة التسلق في مصر، بس كنت خايفة. كل ما كنت أقول فكرتي لحد يضحكوا عليا أو يقولوا لي أنتي مجنونة. اللي شجعني بقى أن أنا كنت بشتغل مع ستارتابس، وهم اللي علموني حاجة، علموني أنه الواحد مش مفروض يخاف من الفشل أبداً. ممكن أخاف من الندم، بس أن أنا أجرب وأفشل ده بالنسبة لي مش فشل. تشجعت، استقلت من الشغل، أسست الشركة روك ان روب، واحنا بنحاول نعمل حاجتين اساسيين. احنا بنحاول نبني مدرسه للتسلق مفتوحه لاي حد من اول سن 4 سنين، بتيجي وبتتعلم تمارس الرياضه دي في منطقه امان، وتاخد الخبره دي وتطبقها على الجبال بقى في الطبيعه. احنا املنا ان احنا نعرف نطلع اول فريق مصري للاولمبياد 2020. الحاجه الثانيه اللي احنا بنحاول نعملها ان القاهره على قد ما هي حلوه تخنق ساعات، يعني الزحمه والتلوث والدوشه، احنا بنحاول نخلق اماكن حوالين القاهره الواحد يقدر يجي يمارس فيها بعض الانشطه تبع التسلق، زي الهايكنج، زي الكامبينج مع اصحابه ومع اسرته، عشان زي ما قلت عايزين ننمي العلاقه ما بين الانسان والطبيعه. انا شايفه ان دي حاجه مهمه جدا لينا، ومفروض ان احنا نعلمها لاولادنا. التسلق كان دايما حلمي من وانا صغيره. عمري ما تخيلت ان انا هعرف احقق حاجه زي كده، يعني عمري ما فكرت ان انا في يوم من الايام انا هبقى فعلا يعني بعمل مشروع وانا اللي بمارس التسلق وبحاول اعلمها الناس الثانيه. ما تخيلتش خالص، بس ان انا عايشاها دلوقتي دي بالنسبه لي. انا ليه ما ابتديتش من زمان؟ يعني إيه انا كنت مستنيه ايه؟ كنت مستنيه وقت مناسب، بس في الحقيقه ما فيش وقت مناسب، هو الوقت المناسب هو دلوقتي يعني. فأنا مبسوطة جداً يعني أن أنا أخيراً خدت الخطوة، وأتمنى أنها تنجح يعني.